ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اسئله كتير جدا 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 بتجيلي. كوتش، محتاجين دايت، محتاجين نعرف هنتمرن امتى، محتاجين نعرف نشرب قد ايه، محتاجين نعرف مشروبات حق، محتاجين حاجات كتير. اجاوبكم ان شاء الله عن الحلقه دي. في الحلقه دي اول حاجه نتكلم عن الدايت. انا كاسلام او ككابتن اسلام ما بحبش الدايت اللي هو فيه اوفر. ازاي؟ انا اكل ساعه الفطار 3 بيضات، 2 بيض وواحده صفار، ومعلقه واحد رز، معلقه واحده رز، وانا اكل 50 جرام طبق مش عارف ايه وجبنه ومش عارف. طب ليه انا ما بحبش كده؟ ما بحبش كده عشان في عنصر نفسي احنا بنتاثر بيه. اي حد لما بيسمع كلمه دايت بيخاف وبيركن على جنب. احنا هنعمل دايت عشان نخس؟ احنا لازم دايت، لازم. فبالتالي احنا لما بنفكر بالشكل دوت في الدايت بنفشل فيه. يعني حتى لو مشينا اسبوع او اسبوعين بعد كده بنفشل، بنلاقي نفسنا رجعنا للوزن تاني. طيب كيتو دايت، بنمشي كيتو دايت، انا خسيت 2 كيلو 3 كيلو، اول وزن من جسمنا بيبقى الميه اللي في الجسم. يعني احنا ممكن اول اسبوع نخس 2 كيلو 3 كيلو، دي بتبقى الميه، بيبقى في ميه في الجسم. لما بنعمل دايت وبنمنع الحوادق والسكريات، الميه بتسحب من الجسم فبنخس. اي حاجه بالنسبه لانظمه الدايت اختار المناسبه لينا. انا كاسلام بختار الانظمه اللي ما بتتعبنيش. ازاي؟ اقول لكم. عملنا دايت وخسينا اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع ما كملتش، رابع اسبوع ما كملتش، حصل له دروب، مشكله، ما قدرتش اتمرن، اروح الجيم، ما قدرتش اعمل تمارين، بعملها لكم في البيت، ما قدرتش اعمل حاجات كتير، بعمل ايه؟ حد يجاوبني. ببتدي بجري اكتر حاجه انا بحبها باكلها، بطلع قلبي فيها، لا بلا دايت بلا بتاع، واكل واعمل وبتاع. بدل ما كنت بدور على ان انا انقص كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو او ايا يعني كان وزننا، بننقص على كيلو. طيب اقول لكم نمشي على دايت ازاي في اخر الحلقه. طيب ايه تاني يا كوتش تنصحنا بيه؟ انصحكم ما نهملش في الدايت، نهتم بالحاجات اللي فيها بروتين. ايه تاني؟ المشروبات، ما نقعدش نوهم نفسنا اللي احنا نشرب قرفه وجنزبيل واللي احنا نشرب مش عارف ايه، لا، في مشروبات بتعلي الحرق لكن هي عنصر مساعد. زي ما الدايت عنصر مساعد، زي ما الرياضه عنصر مساعد، زي ما المشروبات بتعلي الحرق عنصر مساعد، زي الادوات. يعني في ناس بتاخد برشام، برشام ده عنصر مساعد بس مش اساسي. الاساسي هي 3 حاجات: دايت، تمارين، ايه؟ كارديو، تمارين مقاومه او كارديو، ال3 حاجات دول. طيب نتكلم عن الدايت اللي احنا بنمشي عليه. اكتر حاجه انا بحبها اول ما بنفطر في رمضان ناخد 3 بلحات او 3 تمرات، بالنسبه للناس اللي بتلاقيها هنا من العراق وفلسطين. 3 تمرات. طيب 3 تمرات، وبعد كده نشرب كوبايه ميه، نستنى حوالي دقيقة أو دقيقتين نكون الأكل اتهضم والبنكرياس عندنا اشتغل. عندنا عناصر كتير من البروتين، نقدر نختار العنصر اللي احنا بنحبه وما نزهقش منه. سواء كان فراخ، لحمة، سمك، لحمة مفرومة، عدس، ترمس، بالنسبة للناس اللي بتحب النباتات. طيب العناصر البروتين دي مش هتحدد كل يوم نوع مختلف. لا، أنت أو أنتي هتحددوا الأنواع اللي أنتوا بتحبوها وتقدروا تعملوها وتاكلوها. طيب بس نصيحتي ليكم وانتم بتعملوا العناصر دي ما تزودوش فيها الملح، تمام؟ اول حاجه. تاني حاجه، ده بالنسبه للبروتين بتاعنا اللي احنا لازم ناخده. طب احنا نسبه البروتين بتاعنا هناخده قد ايه؟ هناخد من 100 ل 200 جرام بروتين في الوقت. طيب كويس، معانا ايه تاني عشان العنصر الغذائي يكمل يكتمل؟ معانا الياف. الالياف دي في الخضروات، طبق سلطه كده كده لازم يبقى موجود معانا في اي وجبه احنا بناخدها، طبق سلطه متوسط. ناقص ايه؟ ناقص الكارب. كارب هو المشكلة اللي في زيادة الوزن. في ناس بتمنعه، في ناس بتقلله، لا أنا مش همنعه، عشان ببقى لما بروح مشوار ولما بعمل تمارين ببقى محتاج باور، فالكارب ده هو اللي بيديني الإيه؟ الباور. إحنا هنقلله. بدل ما كنا بناكل عيش ناكل رز. بلاش العيش، العيش ملوش أي لازمة، ملوش أي فايدة خالص. كله معجنات. في عندنا أمثال شعبية، كل عيش عشان يسند قلبك، كل عيش عشان يموت، لا، العيش كله معجنات. نستفيد بالحاجات اللي تفيدنا. ناكل رز او مكرونه. زهقنا من رز ومكرونه، عندنا مكرونه بشاميل، ناكل
رز بسمتي ناكل، اي انواع بنعملها باشكال مختلفه عشان ما نزهقش. طب الكميه؟ طبق متوسط، مش هقول لك 4 معالي و3 معالي و5 معالي، لا طبق متوسط. يبقى احنا كده عندنا البروتين بتاعنا، عندنا الكارب بتاعنا، عندنا الالياف ناقصه، اي اكل احنا بنحبه بنضيفه مع الوجبه بتاعتنا، باميه، كوسه، بسله، اي اكل احنا بنحبه، بس طبق متوسط. كده دي وجبه كامله ودسمه وجسمنا يستفاد منها. طيب يا كوتش، خلصنا الوجبه، هنريح ساعه ولا ساعتين نبدا التمرين. لو احنا عندنا باور عايزين نتمرن مرتين في اليوم، بقولها لكم وافضل اقولها لكم، قبل التمرين بنص ساعه وبعد التمرين بساعتين نقدر نتمرن مرتين في اليوم. لو عايزين مره واحده هنتمرن الافضل بعد الفطار بساعتين. خلصنا الفطار، هيجي ما بين السنيكس اللي هو ما بين الفطار والسحور عندنا حاجات كتير، سواء خضروات سواء فاكهه سواء مشروبات. خضروات طبق سلطه، ايا كان جزر، خيار، طماطم، اي حاجه احنا بنحبها نعملها في السلطه. طيب سواء فاكهه، تفاح، موز، برتقال. طيب سواء مشروبات، المشروبات عندي المسموح بيها ايه؟ عندي الشاي الاخضر، القهوه الخضراء، القهوه العاديه. القهوه العاديه مفيده وبتحرق الدم، بس نشربها من مره لمرتين في اليوم، ما نفورش فيها قوي. طيب ده بالنسبه للمشروبات والتمارين قلت لكم عليها. طيب بالنسبه للسحور عندنا خيارات كتير، عندنا 3 بيضات، عندنا جبنه قريش، عندنا زبادي، نختار الحاجه اللي بنحبها ما بينهم بناكلهم، بس نزود فيها شويه عشان خاطر السحور، بعد كده بنصوم ونقدر ناخد عيش نص رغيف، نص رغيف عيش، نقدر ناكله في السحور عشان احنا كده هنصوم فهنحرقه واحنا صايمين. كده الحلقه دي مفيده جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكم، عشان اتكلمت فيها عن حاجات كتير بتهم ناس كتير وناس كتير بتسال عليها ومحدش بيجاوب عليها. انا ان شاء الله بوقع عن كل حاجه وعن اي حاجه باذن الله. اي حد عنده سؤال عن اي حاجه يسيبها في التعليقات تحت، او يتابعني على الفيسبوك قناص الفاد. خلصت حلقه النهارده ان شاء الله، استنوني بكره وبعد 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 وكل يوم حلقه جديده وتمارين جديد عشان نفيد ناس كتير على قد ايه؟ على قد وانتوا قد التحدي. السلام عليكم.